هلو هي بيوتيز، دارك ليبستيك من ترند الميك اب لسبرينج سمر 2016. اليوم رح نطبقها مع ناتشورال ميك اب خفيف للعيون. تابعينا لتحصلي على هيدي الاطلاله. بعد ما طبقت الفاونديشن رح اعمل كونتورينج خفيف للبشره. هلا رح طبق البرونزر وثبت اساس البشره باللوس باودر. مشط الحواجب وعبي الفراغات. رح بلش ميك اب العيون بظل بيج على جفن العين. البراون اي شادو رح حدد كريز العين مع الاوتر كورنر. بجولد اي شادو فاتح رح ضوي العين من الاوتر كورنر وتحت الحواجب. بظل زهري فاتح مع لمعة خفيفة رح ضوي وسط الجفن، وبظل البني الفاتح بحدد العين من تحت. هلأ رح طبق الكحل البيج جوا العين. ستيب الاخيرة بميك اب العيون هي المسكرة السوداء، ورح لزق الرموش وحدة وحدة. هلأ رح حدد الشفايف بالليب لاينر وطبق الليبستيك البوردو أو التوتي.